كانت الأيام عليك وهان عليك حبي ودادي. كل ما حاولت تبعيد كنت بجري عليك ونادي. مرت الأيام حبيبي وحظالي الزمن قصر مدايل وحاسب ندفع الأفراح ثمن والثمن. النوستالجيا أي الحنين إلى الماضي، هذا المصطلح ابتكره طالب الطب يوهانس هوفر بعد أن لاحظ أن مجموعة من العمال المأجورين السويسريين المغتربين عن أوطانهم كانت تظهر عليهم أعراض مرضية مشتركة مثل أرق وعدم انتظام ضربات القلب، وتبين فيما بعد أن من أهم أسباب تلك الأعراض الشوق والحنين إلى أوطانهم. وقد قيل إن الحنين إلى الماضي مفيد للإنسان، لكن تكمن خطورته في تحوله لصراع بسبب عدم الرضا بالحاضر أو صعوبة التأقلم والاحتياد عليه، وهذا هو حال كثير من السودانيين الآن. لو إلا أهد بتتذلى وكلمة بتتكلى والله، لو إلا أهد بتتذلى وكلمة بتتكلى وتحكي شوفنا فيك يا ليل، بتتعلم 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 مشاعرنا. بعد الحرب ذكرنا أنه عشنا أيام من عمرنا كنا فيها في قمة السعادة، واحتمال نكون ما حاسين بها في وقتها، لكن قطعا بعد الحرب وويلات النزوح واللجوء حسينا بجماله وبقت هي في عالم الذكرى، وبدون شك بقت أجمل بكثير من وقتها الفات. مجرد تعود للذكريات بتلقى إحساسك يتمزج بين حسرة وفرح، حتى لو كان فرح مؤقت بذكرى بسيطة. هل قبل كده فكرت إنه في يوم من الأيام ممكن تشتاق للونسة مع سيد الدكان في دقائق المعدودة وانت بتشتري في حاجات، او مر بالشارع ساي، او شوفت بتاع الترمس في الشارع وهو ماشي وبيقول ترمس ترمس كبكبة، ولا بتاع الخضار خضرة قرع عجور ليمون طماطم، ولا قهوة في سوق الحلة، او صوت كمساري وسطى وسطى محطة وسطى، او بسطى بسطى، ولا واحد تاني عرب استاد عرب استاد عرب استاد، واحد جاي عليك من بعيد برد برد برد. طبعا لا، ما قايلين حنشتاق. سنة الحياة عدم الثبات، فقيل عن الأيام إنها دول فيها أيام عادية وأيام جميلة وأيام ثقيلة، لكن الناس دائما في حال الشوق لأيام الماضي، فبتتردد على مسامعنا حليل أيام زمان. وفي العودة للماضي سعادة كبيرة أحيانا بتلقاها ممزوجة بحسرة على الحاضر، لكن دائما السعادة بتكون أكبر، فبتلقى عمك أو جارك الكبير في العمر وهو بيحكي ومبسوط ومبتسم كأنه الزمن عاد بيه لأيام زمان، وبيتنهد ويقول يا أحلى الأيام زمان. الأغنية السودانية والشعر السوداني لم يتركوا للأيام شيئا، وهي أيضا لم تدعهم في سبيل حالهم بسبب الانتظار أو الرهان عليها أو الفرح فيها أو هجران المحبوبة. محمد بشير عتيق قال لها أذكري أيام صفانة وأذكري عهد اللقاء والليالي في حبور. محمد أحمد عوض تغنى بأيام مرت وسنين راحت، كم ضلينا فيك يا ليل ومرتاحت، مشاعرنا من الشاي لا هو فيها وما عارفين سبب ليها. أما أحمد المصطفى أيام زمان كانت أيام لي فيها قصة قصة غرام. أمال بتلوح وأمال بتبدل وأحزان بتروح وأحزان بتجدد، بينا وهم ونو أحلام وتمر أيام. وهناك من دفع الأفراح تمن عند مرور الأيام كنور الجيلاني، مرت الأيام حبيبي ونحن ظالمنا الزمن، أصله ما قايلين وحاتك ندفع الأفراح تمن. وكثيرين من ربطوا العشر بالأيام، ف
فيتجسد ذلك في عشرة الأيام ما بصح تنساها، كأنه ما حبيتك، كأنه ما عشناها ضمان أحلى غرام. وفي ناس خلوهم للأيام فتغنى اللحو، مدام نسى العشرة واختار سوانا حبيب خلينا للأيام لو لي ضمير حسيب. يتذكروا لحظة ما أصل الموت نصيب وما بنصيب وصميم بدي الحبيب يا حبيب هذا نسى العشرة واختار خلينا للأيام لو لي ضمير حسيب. زيدان إبراهيم استهجن إنه يهون، فكان السؤال هانت الأيام عليك ولا هنت عليك أنا؟ وفي ألحان عديدة ربطت الأيام مع التساؤلات، فبازرعة في لحظة عتابه سأل نفسه وقال لمتيني لازمك في هواك مر الشجن ويطول بأيامك سهر ويطول عذاب. وعلى ذكر العتاب والتساؤلات فقد جادت قريحة الدسوقي وتغنى إبراهيم عوض بالمصير، فكانت ردا ولسان حال لكل من هجر أو أنهيت قصته. ليه بنهرب من مصيرنا نقضي أيامنا بعذاب؟ ليه تقول لي انتهينا ونحن في عز الشباب؟ نحن في الأيام بقينا قصة ما بتعرف نهاية، ابتدت ريدة ومحبة في ذات غاية. نقضي أيامنا بعذاب، ليه تقول لي انتهينا؟ ولا يمكن أيضا أن تفوتنا الأيام التي كانت بين وردي وإسماعيل حسن. بيني وبينك والأيام قصة حب طويلة شيدناها بالآمال والعشرة النبيلة. ويوجد أيضا من الشعراء من أحصل أيام في قصائده، تمر أيام تتعدى ونقعد نحسب المدة، وخمس سنين معاك يا زينة الأيام يا نوارة الحلوين مرت حلوة زي أنسام. وفي الأيام في أيام خوالي، خالي رتيبة تمشي والليلات شبيهة زي ما قال الطيب عبد الله. في أيام فرقت الأحبة زي الأيام دي، زي أيام فرقتينا من أجمل ليالينا من أحبابنا شلتينا. وفي شعراء وفنانين طمنونا إنه ما نهتم بالأيام زي عوض جبريل في ظروف بتعدي، ما تهتموا للأيام طبيعة الدنيا زي الموج تجيب وتودي. تبقى أمنيات كثيرين في هذا التوقيت وهم ينتظرون أن يعودوا للسودان، أن يعودوا لديارهم أي لبيوتهم، يفرحون مع كل تقدم للجيش ويتشوقون لتراب الوطن بعد خروجهم منه مضطرين بسبب الحرب. لكنه لم يخرج من قلوبهم وخيالهم، يشتاقون لأرضه ولناسه ولطقسه ولمدنه ولحلاله ولنيله، مستصحبين معهم ذكرياتهم الحميمات ولأيام كانت سعيدة ربي مناي تعيدة نسعد فيها تاني ونعيد فيها الأماني.